بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثامن، أهلا بكم مرة أخرى، ونستمر مع بعض بإذن الله تعالى في دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الثامن، وسنبدأ في هذه الحصة بإذن الله تعالى في الدرس 2.3. As usual we will start with the vocabulary of the lesson، اللي هن مفردات الدرس. نبدأ مع بعضنا في مفردات الدرس اللي هو 2.3. Postcard. Postcard. Postcard معناها بطاقة بريدية، بطاقة بريدية. Address. Address. Address بمعنى عنوان، عنوان اللي هو عنوان، يعني عنوان السكن، عنوان المنزل، عنوان أي مكان تبي تعطيه العنوان بتاعه. كلمة عنوان معناها address. P.O. Box. P.O. Box. طبعا P.O. هي اختصار لي Post Office. بوكس هي بمعنى صندوق، يعني صندوق البريد. دائما لما بنعطي رقم صندوق البريد ندير بي او بوكس وبعدين نكتب رقم صندوق البريد. بوست كود. بوست كود بمعنى الرمز البريدي، وكل دولة طبعا لها رمز بريدي خاص بها. دائما اي دولة سواء دول من دول العالم، كل دولة لها بوست كود يعني خاص بها، اللي هو سموا فيه الرمز البريدي. انفلوب. Envelope. Envelope بمعنى الظرف، الظرف الذي توضع فيه الرسالة. Best wishes. Best wishes. Best wishes بمعنى أطيب الأماني، وتكتب عادة في نهاية الرسالة، أو ممكن نكتب see you soon. See you soon بمعنى أراك قريبا، عادة هذه تكون يعني في خاتمة الرسالة. Best wishes, see you soon. Let's see what we have next. Exercise A. Read the postcards. طبعا قلنا احنا postcard هي البطاقة البريدية. Postcards هنا اس يعني بمعنى جمع، بطاقات بريدية. اقرأ هذه البطاقات البريدية and match them to the pictures. ولائمهن مع الصور. طبعا انتم حتلاحظوا ان كل بطاقة بريدية نقروها حتكون الصورة بتاعتها معروضة هنا، لكن عندكم في المذكرة حتجدوا الصور A و B و C موجودات بروحهم، والقطع هذين موجودات بروحهم، فأنت تقرأ القطعة وتوصل أو تلائم الصورة المناسبة لكل قطعة. طبعاً عندنا هنا number one اللي هو postcard number one. Dear Ibrahim. طبعاً غالباً نحن زي ما قلنا أن كاتب الرسالة زي ما قلنا من قبل اسمه دائماً يكون في نهاية الرسالة. إبراهيم هذا الشخص اللي مبعوثت له الرسالة، وهو اللي نكتب اسمه وعنوانه على البطاقة البريدية. Dear Ibrahim, we are having a great time. We are having a great time بمعنى نحن نقضي وقتا رائعا. We went to the Louvre Museum yesterday. We went. شنو زمن الجملة هذه؟ Past simple. ماضي بسيط، عندنا subject بعدها verb مباشرة اللي هو فعل ماضي، وهذا يعتبر شنو؟ Irregular verb اللي هو فعل غير قياسي، فعل غير قياسي أو غير منتظم، يعني ما نضيفلاش إيدي لما نحوله إلى الماضي، اللي هو قلنا الـ present بتاعه حيكون شنو؟ Go. We went بمعنى نحن ذهبنا to the Louvre Museum yesterday، إلى متحف متحف لوفر yesterday يوم أمس. That was okay but it was a bit quiet and boring. يعني كان يعني كان تمام ماشي الحال زي ما نقول إحنا that was okay، ولكن كان هادئا قليلا ومملا، يعني كان فيه جو ملل، يعني كان فيه هدوء وكان جو ملل. ربما عبد الله يحب الأجواء الصاخبة وتكون فيها حركة. We are doing a lot of walking بمعنى شنو؟ نحن قمنا بالكثير من المشي، مشينا واجد. But I like traveling on the metro better، ولكنني أفضل التنقل أو المشي، التنقل يعني من مكان إلى آخر عن طريق المترو اللي هو قلنا مترو الأنفاق، يعني بالنسبة لي أنا أفضل. The best thing in this city is the Eiffel Tower. أفضل شيء في هذه المدينة، طبعا هو مش هيسمي لي المدينة باعتبار أنه بعدين يبين نختار الصورة المناسبة لهذا البوستكارد، فقال أفضل شيء في المدينة هذه هو شنو؟ Eiffel Tower. وكلنا نعرف برج إيفل أين يقع. You get the most amazing views from the top. يعني بمعنى أنك أنت تحصل على
المشاهد المدهشة أو الأكثر إدهاشا من القمة، من قمة شنو؟ من قمة إيفل تاور اللي هو برج إيفل. We went there last night. ذهبنا هناك last night الليلة الماضية. Again we used here past symbol اللي هو الماضي البسيط. وممكن في فرصة ثانية حنراجع الزمن هذا بتفصيل أكثر. ذهبنا إلى هناك الليلة الماضية last night. I want to go back tomorrow. أريد أن أعود إلى هناك غدا. But dad says we have to go to another museum. ولكن أبي يقول طبعا هنا في البريزنت سيمبل بأن علينا أن نذهب إلى متحف آخر. See you soon. قلنا تستخدم دائما في نهاية الرسالة أراك قريبا عبد الله. I will read this postcard again without translation. حنعاود قراءة هذا البوستكارد مرة أخرى بدون ترجمة. Dear Ibrahim, we are having a great time. We went to the Louvre Museum yesterday. That was okay, but it was a bit quiet and boring. We are doing a lot of walking, but I like traveling on the metro better. The best thing in this city is the Eiffel Tower. You get the most amazing views from the top. We went there last night. I want to go back tomorrow, but Dad says we have to go to another museum. See you soon, Abdullah. And لاحظوا هنا إبراهيم زيدان الشخص اللي بعث له الرسالة P.O. Box 1412 Tripoli ليبيا. طبعا نحن حنختاروا البيكتشر سي اللي هي فيها برج إيفل اللي هو في مدينة باريس. We will read the second postcard. الآن حنقروا البطاقة البريدية الثانية. It's from سمية to هدى. هي مبعوثة من سمية إلى هدى. Dear هدى, this is a great city. هذه مدينة رائعة. It is very lively and colorful. يعني بمعنى أن مدينة فيها الكثير من الحياة و colorful بمعنى ملونة. المقصود بها هي الإضاءة اللي في الليل وال اللافتات بتاع المحلات يكون فيها ألوان مختلفة نقولوا عليها colorful. It is very lively and colorful. There are very interesting historical buildings to visit. توجد مباني تاريخية ممتعة لزيارتها. And there is also a huge bazaar. ويوجد أيضا سوق شعبي كبير. I think it's the biggest in the world. أعتقد أنه الأكبر في العالم. ولاحظوا هنا قلنا the biggest, استخدمنا السوبرلاتيف متاع صفة big. You can buy everything in it. تستطيع أن تشتري كل شيء فيه. مقصود بها طبعا في هذا السوق. Clothes, food, souvenirs, jewelry and things are inexpensive. يعني بمعنى أنه قالك تستطيع أن تشتري ملابس والغذاء أو الطعام والتذكارات اللي هي جمع التذكار والمجوهرات والأشياء ليست غالية. And things are inexpensive. We are in the bazaar today. نحن الآن في السوق. And I am trying to choose presents. وأنا أحاول أن أختار الهدايا. ولاحظوا هنا استخدم present continuous اللي حركزوا عليه بعدين شوية. قال I am trying, أنا أحاول. I am trying to choose presents, أن أختار الهدايا. There is lots of music and everyone seems very happy and friendly. There is lots of music, توجد الكثير من الموسيقى. And everyone seems, ويبدو أن الجميع very happy and friendly, بمعنى أنهم سعداء وودودين. I love it, بمعنى أنا أحببتها اللي هي هذه المدينة. And I definitely want to come back, وقطعا أو بالتأكيد أنا أريد أن أعود مرة أخرى. Best wishes, أطيب الأماني سمية. I read it again without translation this time. هذه المرة سأقرأها بدون ترجمة وتابعوا معي القراءة. Dear Huda, this is a great city. It is very lively and colorful. There are very interesting historical buildings to visit. And there is also a huge bazaar. I think it's the biggest in the world. You can buy everything in it.
clothes, food, souvenirs, jewelry, and things are inexpensive. We are in the bazaar today and I am trying to choose presents. There is lots of music and everyone seems very happy and friendly. I love it and I definitely want to come back. Best wishes, Sumaya. وطبعا هنا شوفوا هدى السلامي PO Box 2642 تريبولي ليبيا اللي هو عنوان هدى اللي مبعوثرت لها البوست كارد وهنا الصورة اللي هي خاصة بهذا البوست كارد اللي هي Picture A. Let's see the next post card and the last post card. Dear Amna, this post card is from Maryam إلى Amna. مبعوث من مريم إلى Amna. Dear Amna, my holiday is nearly finished. بمعنى أن عطلتي قاربت على الانتهاء أو قريب تنتهي. After a week in London, بعد أسبوع في لندن, we traveled north by train. سافرنا شمالا عن طريق القطار. أو بالقطار. This is a beautiful city. هذه مدينة جميلة. طبعاً ما بيش يسمي المدينة عشان نحن نحاول نعرف الصورة. But it is cold and rainy. ولكنها باردة وممطرة. Mom bought me a warm red and white tartan jacket. بمعنى أمي اشترت لي ماضي بسيط. Bought الماضي بتاع buy. اشترت لي جاكيت اللي هو الجاكا يعني تارتان بمعنى مخططة باللونين الأحمر والأبيض وهي دافئة warm red and white tartan jacket. The castle and the palace were interesting. القلعة والقصر كانا ممتعين. But the best thing was a show called the tattoo. ولكن أفضل شيء كان عرض اسمه يسمى تاتشو. طبعا هو النوع من الفلكلور الشعبي في المكان اللي هم قاعدين فيه زي الموسيقى الشعبيه متاع الزماره الليبيه فيها ايقاعات وفيها حاجه يعني خاصه بالاسكتلنديين يعني ذا تاتشو at the castle في القلعه last night الليله الماضيه. There is a famous university here. يعني بمعنى توجد جامعة مشهورة هنا في المكان اللي يحكوا عليه. I'd like to study here. يعني بمعنى أرغب أن أدرس هنا. But I think it's too cold. ولكن أعتقد أن الطقس بارد جدا. Even in summer. حتى في الصيف. Love, Maryam. مع كل الحب من طبعا مريم اللي بعث الرسالة. I read it again without translation. Dear Amna, my holiday is nearly finished. After a week in London, we traveled north by train. This is a beautiful city, but it is cold and rainy. Mom bought me a warm red and white tartan jacket. The castle and the palace were interesting, but the best thing was a show called The Tattoo at the castle last night. There is a famous university here. I'd like to study here, but I think it's too cold even in summer. Love, Maryam. طبعا حاولوا أثناء القراءة في المرة الأولى أن كنتوا تقرأوا في سركم وتتابعوا بشوية بشوية. المرة الثانية تحاول أنك أنت تقرأ معايا زي ما قريت على السبورة. تكرار القراءة مرة واثنين وثلاثة وموجودة عندك القطعة طبعا في المذكرة. بعد ما تسمعها يعني إن شاء الله مرة واثنين تحاول أنك ترددها أكثر من مرة لأن القراءة مهمة جدا في الارتقاء بمستوى القراءة بشكل عام في اللغة الإنجليزية. وزي ما قلنا هنا طبعا كيف نكتب العنوان آمنة الفيتوري PO Box 674 سرت ليبيا. طبعا مبعوثة البوستكارد هذا مبعوث إلى آمنة في مدينة سرت في ليبيا. والبيكتشر طبعا هي حتكون بيكتشر B اللي هي صورة B. Exercise B. Look at how to write an address on a postcard or envelope. يعني هنا قال لي شوف أو كيف تكتب العنوان على البطاقة البريدية أو على الظرف. البطاقة البريدية أو ظرف الرسالة اللي بتبعثها الشخص كيف تكتب عليها العنوان. قال لي هنا you have to write these four things. يجب أن تكتب هذه الأربعة أشياء. Which do you write first next. يعني شو اللي تكتبها الأولى وشو اللي تكتبها الثانية. الأربع أشياء هنا اللي موجودة أمامنا هنا تشوفوا فيه في الشاشة قدامكم.
فقال لي شو اللي تكتبها أول وحدة وشنو هي ثاني وحدة. Write the numbers 1 to 4 in the boxes. هنا عندي boxes, 4 boxes. يبيني نكتب فيهن أرقام على حسب ترتيب الأشياء هذي. أنا شوف الأشياء هذي شنو هن: city or town اللي هي طبعا المدينة أو البلدة اللي تبي تبعث لها. طبعا أنت بتكتب عليها العنوان المكان اللي تبي تبعث لها. بعدين هنا قال لي house number and street, يعني اللي هو رقم المنزل والشارع, or أو معناها واحدة منهن, يعني PO box اللي هو number اللي هو رقم صندوق البريد. يعني أما تكتب رقم الشارع ورقم المنزل أو تكتب رقم صندوق البريد, أي خطوة تكون الأولى وأي الثانية وأي الثالثة وأي الرابعة. بعدين هنا قال لي person's name. person's name هو اسم الشخص, الشخص اللي تبي تبعث له الرسالة. بعدين عندي هنا country. country اللي هي البلاد أو الدولة اللي تبي تبعث لها. أول حاجة طبعاً يعني هي بش نسهل عليك من الموضوع هذا, أنت ديما خذ من الأصغر فبعدين إلى الأكبر, يعني سواء في الحجم أو في أصغر شيء هنا في الحاجات هذين, هل هي البلاد أو المدينة أو المنزل أو الشخص. طبعاً هو الشخص, معنا نحن نبدو بالشخص بالشكل هذا, يعني تحفظوها ويكون ترتيبها سهل جداً. أول حاجة هتكون شنو؟ person's name. بعد person's name شنو الأكبر عندنا اللي هو house number اللي هو البيت, هيكون الهاوس هو number 2. باهي بعد house number and street رقم الشارع أو والمنزل أو رقم صندوق البريد, شنو اللي عندنا أكبر نحن, city ولا country؟ أكيدة اللي أكبر من الهاوس طبعا الجي في الترتيب. بعدين city اللي هي المدينة, معناها number 3 هتكون هي city or town. آخر شيء وهي الأكبر طبعا هتكون هي شنو؟ country اللي هي البلاد رقم 4. إذن الترتيب هيكون بهذا الشكل. وكان تتذكروا في البوست كارتس اللي قريناها الثلاثة, الأول حاجة كان اسم الشخص, وبعدين كان صندوق البريد, وبعدين كان اسم المدينة, وبعدين كان اسم الدولة آخر حاجة. إذن هذين الأربعة ترتيبا بهذا الشكل: person's name, house number and street or PO box number, number 3 city or town, number 4 country. Now we will start in 2.4 الدرس الرابع في الوحدة الثانية. Where are we going؟ عنوان عندنا هنا يقول لي Where are we going؟ بمعنى أين ذاهبون؟ أين نحن ذاهبون؟ هنا لو تلاحظوا أن الزمن اللي حنأخذه الآن هو يسمو فيه Present Continuous. Present Continuous Tense اللي هو زمن المضارع المستمر. ودائما زمن المضارع المستمر يعني حناخذ التركيبه متاعته يكون فيه ing مع الفعل اللي هو هنا عندنا go مع ing, ويكون فيه verb to be is او am او are. verb to be في البريزنت is او am او are. وطبعا بالنسبه للترتيب هذا ليش جت الار قبل وي؟ لان هنا سؤال طبعا حنجوها بعدين. where are we going يعني معناها وين ماشيين, نقول we are going الى مثلا اي مكان نذكره بعد كلمه going. Exercise A, revise the present continuous tense. بمعنى هنا أو راجع زمن المضارع المستمر. Present continuous for actions in progress. قال لي هنا المضارع المستمر للأحداث اللي هي تكون يعني في الوقت الحاضر. Progress يعني بمعنى مستمرة أثناء الكلام. نشوف التركيبة متاعتها هنا: am أو is أو are, واحدة من الثلاثة هذين. ليش am أو is أو are؟ طبعا على حسب شنو؟ على حسب subject pronoun, على حسب الفاعل. يعني إذا كان I معناها شنو يأخذ؟ يأخذ is؟ لا. شنو يأخذ I؟ تأخذ معها am, وهكذا. they تأخذ معها are, he تأخذ معها is. عارفين الحاجات هذين وحافظين وسهلة أعتقد. يعني معناها am أو is أو are على حسب subject pronoun زائد الفيرب اللي هو الفعل زائد ing مع الفيرب. نشوفوا هنا أمثلة على هذا على هذه التركيبة اللي هي present continuous. today اليوم, we هنا اللي هو الفاعل subject, الوي شو تأخذ are. we are shopping, نحن نتسوق طبعا يعني يعتبر كفيرب بإضافة ing shopping, وجي أيضا كاسم يعني we are shopping in the famous markets في الأسواق المشهورة. ولاحظوا أن الverb to be والفعل my ing باللون المختلف اللي هو اللون الأحمر. we أيضا هنا subject اللي هو الفاعل, are going هنا are طبعا لأن we تأخذ are, بعدين أضفنا ing للفعل go أصبحت going. we are going sightseeing every day. sightseeing طبعا كلمة واحدة مع بعضها, sightseeing بمعنى يعني مشاهدة المناظر أو معالم المدينة. every day
طبعا هنا every day غالبا تستخدم على present simple، لكن هنا هو يحكي عليه مدة أسبوع قعدوها في 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 المكان اللي قعدوا فيه أعتقد في القاهرة أو تقريبا في القاهرة. فهو يقول شنو يقول we are going sightseeing every day، يعني معناها خلال الأسبوع هذا يوميا نمشوا لمشاهدة المعالم المدينة كعمل مستمر يعني present continuous. Now الآن we are leaving، بمعنى شنو we are leaving؟ بمعنى نغادر. We are leaving the city، نحن نغادر المدينة. And going to Giza to see the pyramids، وذاهبون إلى الجيزة لمشاهدة الإهرامات. Now we are، الآر طبعا لأن عندنا الفعل we هنا، leaving هي الفعل leave ينتهي بإي، حذفنا الإي درنا ING، leaving the city and going. طبعا هنا يعني الفعل مستمر يعني leaving and going، يعني نغادر ونذهب في نفس الوقت. To Giza to see the pyramids. نشوف إذا كان عندنا، نعم مثال آخر. As we are driving along، بينما نحن نقود بمعنى along بمعنى يعني على طول الطريق. Please look out for the many beautiful mosques that is the city famous for. طبعا هنا look out بمعنى يعني ينبه فيه، يقول له نحن نقود في السيارة يعني ماشيين على طول، فقال رجاء انتبه للمساجد الكثيرة الجميلة التي تشتهر بها المدينة. طبعا عرفنا هي مدينة القاهرة. As we are driving، نحن عندنا هذه أهم حاجة، are مع الوي، driving حذفنا الإي ودرنا ING، along، please look out for the many beautiful mosques that is the city famous for. Exercise B، complete the sentences with the verbs in the box. طبعا عندنا هنا أفعال موجودات في الصندوق: drive, stand, leave, shine, write, go, try. فقال لي أكمل الجمل بهذه الأفعال. بعدين هنا شنو قال لي؟ قال لي use the present continuous form، يعني أعطاني هنا صيغة محددة اللي هي صيغة المضارع المستمر present continuous form. إذن جميع هذه الأفعال حنضيف لها ING، حنحذف من هنا الإي ندير لها ING، stand حنضيف لها ING مباشرة بدون ما نحذف ولا نزيد أي حاجة، leave حنحذف الإي وندير ING، shine حنحذف الإي وندير ING، write نحذف الإي وندير ING، go إضافة ING مباشرة، و try أيضا إضافة ING مباشرة. لكن الشيء اللي بيختلف هو شنو هو الverb to be، هل ندير قبله is أو ندير am أو ندير are، هذا طبعا بحسب السبجكت اللي نلقاه أمامي. نشوف the first sentence رقم واحد. At the moment، at the moment طبعا يعني يعتبر adverb time، adverb of time يعني ظرف زمان يستخدم في ال present continuous. At the moment يعني في هذه اللحظة. We عندنا هنا فراغ. Along the coast road يعني في هذه اللحظة نحن على طول الطريق الساحلي. طبعا هو هنا أقرب فعل ممكن نستخدمه هو الدرايف، يعني نحن نقود سيارتنا على طريق على طول الطريق الساحلي. إذن فشندرنا هنا لأن الفاعل we درنا are وضفنا ing للفعل drive أصبح driving. We are driving along the coast road. Number two، عائشة أو عائشة، عائشة نقط، to find a prison for her grandmother. يعني قال لي هنا عائشة يعني تجد هدية لجدتها. عائشة شنو؟ ممكن نقول تحاول. نشوف الفيرب المناسب هنا، لكن المهم عندي شنو هنا؟ عائشة شنو ندير معها؟ is أو am أو are؟ طبعا عائشة ردها لضمير الفاعل هي تاخذ she، والشي تاخذ is. إذن نضع is. أوكي هي هنا شنو؟ trying معنى تحاول اللي هو الفعل try. عائشة is trying to find، تحاول أن تجد a prison for her grandmother. Number 3، طبعا البوكس قاعد معنا اللي هو فيه الفيربز هنا. Number 3، the tour guide، the tour guide هو الدليل السياحي، الشخص اللي يقود في مجموعة. The tour guide نقط عندنا فراغ هنا dots نقط، at front of the bus يعني في مقدمة الحافلة.
The tour guide ياخذ ال subject pronoun he والهي تاخذ she معناه عفوا الهي تاخذ is معناها نقول شنو the tour guide is standing اللي هو الفعل stand بمعنى واقف يعني is standing at front of the bus يعني في مقدمة الحافلة number four I نقط أو dots this postcard at the cafe بمعنى إني أنا في فراغ هنا هذه البطاقة البريدية في المقهى I شو ندير معها طبعا I تأخذ yes very good am I am writing ولاحظوا كلمة write حذفنا منها حرف الإيد دون ing عشان تقعد في the present continuous I am writing this postcard at the cafe number five the sun عندي هنا فراغ today the sun شنو الفعل المناسب يجي معها هو shine بمعنى يسطع ولكن أنا حندير لها شنو حنحذف منها الإي وندير لها ing تقعد بهذا الشكل the sun is ليش دلنا is لأن the sun تأخذ ضمير الفاعل it the sun is shining today number six we عندنا dots here the city tonight المدينة الليلة شنو الفعل اللي ممكن نديروه هنا طبعا we جي معها we are leaving We are leaving. يعني نحن نغادر. The city tonight. نحن نغادر المدينة الليلة. Number seven. Tomorrow. طبعا يعني هنا ممكن واحد يقول كيف فيني tomorrow تستخدم في المستقبل. ولكن في حاجة هتاخذوها إن شاء الله في الصف التاسع في ثالث إعدادي هي استخدام المضارع المستمر للمستقبل. Tomorrow we to Giza. نشوف الإجابة. We are going يعني بمعنى غدا نحن ذاهبون إلى الجيزة طبعا كيف ما قلت لكم هذا هتاخذوه بعدين اللي هو استخدام المضارع المستمر للمستقبل ولكن المهم عندنا نحن أن هنا شنو present continuous اللي هو المضارع المستمر والأزمنة طبعا مهمة جدا وحنتوقف إن شاء الله مرة أخرى لشرح هذه الأزمنة بتفصيل أكثر علشان تكون واضحة لأنها مهمة جدا لأنها تكون معكم سواء في ثالثة إعدادي أو أولى ثانوي أو ثانية ثانوي وطول ما أنتم قاعدين في مجال الدراسة والأزمنة هذه هتكون مهمة جدا بالنسبة لكم thank you very much for watching and thank you for listening and good luck for all of you شكرا جزيلا لمشاهدتكم ولاستماعكم وأتمنى لكم التوفيق جميعا وإلى أن نلتقي في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته